السلام عليكم المشاهدين ديالي الاعزاء، كيراكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده وباش تمنيتوا ان شاء الله. كما كتشوفوا مقدمه قصيره وخفيفه على قلوبكم ان شاء الله. جيت لكم واحد الوصفه كما عودتكم ديما، وصفه طبيعيه 100% ومجربه ونتيجه مضمونه 1000000%، ماشي 100%، 1000000%. كما كتشوفوا المواد الطبيعية قدامكم، جيت لكم واحد الكيراتين للشعر الناشف والجاف والمكسر والباهت، لطلب لتلبية طلب واحد المتتبعة ديالي قالت لي ديري لنا واحد الكيراتين طبيعي للشعر، عندها يمكن مشاكل الشعر وهداك الشيء، اللي عنده شعر ناشف وجاف و كيتقطع وداك الشيء ضايع مع الشيشوار ومع لي بلاك ومع داك سميتو الكوات وداك الشيء، بحال يتقطع وتحرق وعنده الخلفه لتحت، ومهم الزغبه دايره مقسومه على جوج، المهم المشاكل ديال الشعر بصفه عامه. جيت لكم واحد الوصفة وإن شاء الله هاد الوصفة تعجبكم وجربوها، وهذه مضمونة البنات، وهاد الوصفة غادي تعجبكم 100% 1000000% ومجربة كما قلت لكم. وتحاولوا تطلعوا لي هاد الفيديو، هاد الوصفة هادي طلعوها المليون مشاهدة، وديروا لي لايك لي لايك البنات، لي لايك لي لايك، تستاهل هاد الفيديو، هادي يستاهل مليون لايك ومليون مشاهدة. وما تنساوش تبارطاجوا هاد الوصفه اللي عنده مشاكل الشعر وهذا الشيء مع الاهل والاحباب، على بركه الله بنكثر لكم بلا بلا. جيت لكم وصفه كيراتين طبيعي بالقرعه الخضراء، كورجيت الخضراء كما كتشوفوا، ها هي واحد الكورجيت، وسميتو كاس الماء طبيعه الحال، وشويه وزيت الكوك كوكو زيت الكوكو، اللي ما عندوش يدير زيت الزيتون، وواحد سميتو الماسك ديال الشعر ديال لافوكا وسميتو الجيل دو لويفيرا 100% ناتيرال، وهذا بلسم، اي بلسم عندكم ديال الشعر اللي كديروه بعد الشامبوان، اي بلسم عندكم يكون عندكم موجود، واحد شويه منه، وطبيعه الحال واحد المعلقه نحتاجوها، والمصباح نقطعوا هاد الكورجيت نغسلوها، واحد الميكسر باش نطحنوا هذيك الاخر سميتو الكورجيت، على بركه الله. بعد ما تكونوا غسلتوا هاد الكورجيت هادي، نحاول نحط التليفون باش نصور لكم مزيان ان شاء الله تبان لكم. دابا غادي قدامكم غادي ندير لكم الطريقه الاستعمال ديال هاد الكيراتين الطبيعي البنات، 1000000% 1000000% البنات، اللي عنده مشاكل الشعر باهت ومكسر كما قلت لكم وجاف ومجعد، غادي تغسلوا هاد الكورجيت وتقطعوها طريفات صغار، ويكون عندكم شي اناء بحال هكذا، نحاول نطول لكم تشوفوا الصوره واضحه ان شاء الله باذن الله، بحال هكذا نتمنى تكون تبان لكم الصوره. غادي تغسلوا هاد الكورجيت القرعه الخضراء وحده هكذاك، تغسلوها وتقطعوها طريفات صغار، غنقطعها قدامكم هنايا بحال هكذا بسم الله. بعد ما تكون غسلتها راه مغسوله البنات، تقطعها طريفات صغار بحال هكذا كما كتشوفوا بحال هك البنات، مجربه وما غاش ندموا عليها. اللي عنده مشاكل الشعر اللي كما قلت لكم غادي يجربها وغادي تعجبو وما غاديش يستغنى على هاد الوصفه، وكان وعدكم البنات الا ما غاديش تخلاو على هاد الوصفه. وكيراتين طبيعي البنات كما كتشوفوا، ما فيهاش حتى شي مواد حافظه، ها هو تقطعوها بحال هكذا وديروا كاس الماء، لحقاش هي كتلق الماء، غادي نخليوها طيب ونرجع لكم ان شاء الله، ومن بعد نطحنوها. غادي نديروها البنات باش ما نضيعش لكمش الوقت بزاف، غادي تضيفوا عليه الكاس الماء، ها هو كما كتشوفوا غير بحال هكذا، ها هو كما كتشوفوا، غادي نديرها طيب، غادي نطيب البنات، غادي طيب وغادي نخليها تبرد شي شويه ونطحنوها في الميكسور، ها هو كما كتشوفوا الميكسور هذا، اي ميكسور عندكم هيا كهربائيه، المهم غادي نطيب طيب لينا، والماء ديالها ما غاديش ترميوه، غادي تطحنوه طحنوا به ان شاء الله طيب، ونرجع لكم باذن الله
وغنوريكم الوصفه كي غادي نديروا لها ان شاء الله. وما تمشوش البنات البعيد، ما تمشوش بعيد، ما تمشوش، خلوكم معايا البنات. ايوا البنات، بعد ما طحنت هذيك الكورجيت ها هي طحنتها، ها هي كي رجعت غادي نديرها قدامكم في الغرفيه ديالي. خلوكم معايا، ها هي كي رجعت خضراء، تبارك الله، خضراء خضراء. شوفوا شوف كي رجعت، اللي بان لكم هاي، شوفوا اللون ديالها كيخضر البنات. شوفوا شتي الكلمه ديالها، ما ترميوش البنات، ها هذاك اللي غادي نطحنوا فيه القرعه ديالنا الخضراء. على هكذا نحاول نبين لكم الصوره، ها هي كما كتشوفوا. المهم غادي نضيفوا عليها دابا سميتو زيت الكوك، كما كتشوفوا هي زيت الكوك، واحد المعلقه بحال هكذا. البنات جربوها وتشوفوا هاد الطريقه، هذه هاد الوصفه زوينه البنات. وان شاء الله هذيك الاخت اللي طلبت مني هاد الوصفه كيراتين طبيعي، ان شاء الله تكون كتشوف كتشاهد هاد الفيديو هذا ان شاء الله باذن الله. لبيت لك الاخت الكريمه، لبيت لك الطلب ديالك، وان شاء الله تكوني شاهدي هذا الفيديو هذا ان شاء الله باذن الله، وطبقي هذه الوصفه هذه على شعرك، وتخلي لي في لي كومونتير النتيجه كي جاتك زوينه ان شاء الله تعجبك، وما تستغناش عليها البنات. وعلى بركه الله درنا معلقه ديال زيت الكوك، دابا غادي نديرو نضيف عليها، كنخدم باليد البنات، سمحوا لي انا باليد ديالي. وديروا اي عندكم ماسك ديال الشعر ديال لافوكا، يكون ديال لافوكا طبيعه الحال، كيكون لافوكا البنات. ها هو غادي ندير منها حتى ثاني واحد المعلقه صغيره، هذه واحد المعلقه كبيره، غندير جوج لحقاش هذه صغيره كما كتشوفوا. عفوا، وجل ديال الروح ديال سميتو، الروح ديال الويفيرا، ها هو اللي عندكم. اذا كان عندكم الاحسن يكون عندكم، ما عندكمش ديروا هذاك الجل الطبيعي الاخر يعني الخضر. مهم انا غادي ندير واحد المعلقه حتى هي، سمحي لي كنخدم غير باليد باش ندير لكم المقادير مضبوطه البنات. والبنات والله ما غادي تندموا على هاد الوصفه هذه، غادي تحمقوا عليها وما غاديش تخلاو عليها، وخصوص اللي عنده الشعر ناشف وجاف ومكسر. او كما كتشوفوا درت واحد المعلقه ديال الروح الجل ديال الويفيرا، كما كتعرفوا الويفيرا عندها الفوائد كثيره للشعر والبشره، كدير ترطب الشعر وكتحيد لك النشوفيه وتغديه وكل شيء، راكم عارفين الفوائد ديال الويفيرا بلا ما نقول لكم، كتنفع في كل الوصفات. كما قلنا زيت درنا زيت الاخر، بقينا دابا درنا الويفيرا ودرنا الكوك كما كتشوفوا، الكوك زيت الكوك، ودرنا هذا الماسك ديال سميتو الكريم ديال سميتو الماسك ديال لافوكا لافوكادو. وبقينا دابا هاد اي عندكم اي بلسم ديال الشعر، اي بلسم عندكم ديروا منه واحد المعلقه، انا عندي هذه، اي بلسم يكون عندكم. المهم غادي ندير منها واحد المعلقه حتى هو، ان شاء الله يكون بان لكم الصوره بحال هكذا. نسد واحد المعلقه، بسم الله توكلنا عليك يا ارحم الراحمين. كما كتشوفوها هي واحد المعلقه، هذه صغيره غادي ندير منها جوج لحقه صغيره، الا كان كبيره ديروا كبيره وحده. ها هي كيبان لكم ولا لا؟ المهم ها الجوج يعني ملعقه كبيره كما كتشوفوا. نحاول نبين لكم الصوره، ها هي سمحوا لي راه بحال هكذا. وغادي نبقى دابا نخلطو مزيان هاد الخليط حتى يتجانس كاع المواد اللي مع بعض. شوفوا البنات، شوفوا راه باقي كنخلط فيه، وراه بحال بلس بحال الكريمه، غادي يولي لكم بحال خليط كريمي. جمع معلقه كبيره البنات، بلاتي معلقه كبيره. ها هو البنات نخلطو مزيان بحال يولي لكم بحال الكريمه، ها هي
شتو كبدا يعقد. شوفوا كي يكون كي ولا الخليط، شوفوا خصو يتخلط مزيان البنات بحال يولي بحال كريمه، خليط كريمي تكون طبيعه الحال. مشطوا شعركم وتقسموه، تقسموا على اربعه، الشعر القدام جوج جهات، تقسموا الاول الشعر على جوج، كنت عارفه هذيك الطريقه على زوج. ابخي هذاك كل سميتو الطرف الاول تقسمو على زوج حتى هو، والطرف الثاني على زوج، هي على اربعه. مهم وطبقوا هذا الخليط على شعركم، على الشعر ديالكم، على الشعر ديالكم. خلصه يعني شعره خلصه تحاولوا تلبسوا هذا الخليط كامل، هذا الكريمي، هذا الخليط كريمي كامل على شعركم كامل، من فروه الشعر الى الاطراف. يعني تقسموا الشعر ودكم على جوج ابخي، وهذاك ديروه على اربعه. المهم على اربعه، تقسموه على اربعه وتحاولوا تدخلوا هذا الخليط من فروه الشعر حتى فروه الراس، عفوا فروه الراس حتى الاطراف، وتلبسوا مزيان هذا الخليط كما كتشوفوا. واشو كيولا؟ شوف كيراتين طبيعي البنات، وما غاش ندموا على هذه الوصفه، ونوعدكم الا غادي تكون نتيجه من اول استعمال، وما غاديش تستغنوا عليها. هو البنات ما كتشوفوا طبيعيه، كل المواد طبيعيه، ما عندكم باش تخافوا. ها واللي عنده البنات زيت اللوز، زيت اللوز ما عندوش زيت الكوك بحال هذا، ما عندوش زيت الكوك بحال هكذا، يدير زيت اللوز صافي البنات. المهم راكم عرفتوا النقطه هذه اللي غادي نديرها لكم في صندوق الوصف، نكتبها لكم، نحاول نكتبها لكم لتحت هذه المقادير كامله ان شاء الله لتحت. وان شاء الله هذه الوصفه غادي ديروها البنات، داوموا على هذه الوصفه. اللي عنده مشاكل الشعر كما قلت لكم، ناشف وجاف ومتكسر وباهت لونه باهت، غادي يستعملها جوج مرات في السيمانه، دو فوا باغ سيمين، مرتين في الاسبوع. واللي ما اللي خدام وما عندوش الوقت يديرها غير مره في السيمانه كفايه. المهم الاحسن جوج مرات في السيمانه، دو فوا باغ سيمين، وان شاء الله هاد النتيجه غادي تعجبكم. ونسيت نقول لكم البنات، ما ديروا على شعركم، غادي تغطوا شعركم بواحد البوني ديال الحمام، يعني واحد البوني الحمام ولا الكيس بلاستيكي، ولا ديروا على شعركم وتخلوها من ساعتين حتى لثلاث ساعات، من ساعتين الى ثلاث ساعات، باش يتشرب لكم مزيان هذا الخليط كامل على شعركم. وعاد وتغسلوه بالشامبوان العادي بلا ما ديروا بلسم، راه ديجا فيه كلشي، ديجا راه هذا الخليط راه فيه كلشي، فيه البلسم وفيه الكيراتين طبيعي، يعني الكورجات راه القرعه الخضراء راهي كترطب الشعر، هي مغذيه، راكم عارفين الفوائد اللي فيها. المهم الويفيرا حتى هي مغذيه كترطب الشعر، والزيت الكوك حتى هي مغذيه كما كتشوفوا، وقاحط والبلسم حتى هو مغذي. المهم على بركه الله كما قلت لكم، تخلوها من ساعتين الى ثلاث ساعات، عاد تغسلوا شعركم بالشامبون العادي ديالكم، وما ديروا لا بلسم لا حتى حاجه، ما ديرش هذاك مرطب مور شامبوان، بعد الشامبوان ما ديروش، راه هذا كفايه فيه كلش. ونتمنى الوصفه تعجبكم البنات، وتطلعوا لي هذا الفيديو الاكبر عدد في اللايكات والمشاركه والابوني والبارطاج ان شاء الله. تعلوا لي هذه الوصفه ان شاء الله باش يشوفها اهل الاحباب. ونقول لكم جات الى فيها نهايه الفيديو، وان شاء الله الاخت تكون اللي طلبت مني هذه الوصفه تكون كتشاهد هذا الفيديو، واللي جرب هذه الوصفه ان شاء الله ويلقى عنها النتيجه زوينه كما لقيناها حنايا في الدار. تخلوا لي التعليق تحت الفيديو ان شاء الله وغنجاوبكم، ونفرح ان شاء الله الا خليتوا لي تعليق زوين على هذه الوصفه. ونقول لكم جات الى نهايه الفيديو ان شاء الله باذن الله، نقول لكم مع السلامه الى وصفه جديده ان شاء الله يا رب العالمين. الى اللقاء، استودعكم الذي لا تضيع ودائعه، الى فيديو قادم، مع السلامه، تصبحون على خير، سلام.